طبعا الدفاعات الجوية التابعة للنظام استنفرت بشكل كبير جدا مساء الأمس عندما كان هناك استهداف من الطائرات الإسرائيلية لمخازن الأسلحة تقع في مؤسسة الصناعات التقنية أو التخانة في أطراف اللاذقية الشرقية في ضواحي اللاذقية الشرقية. صواريخ الدفاع الجوي أطلقت انطلاقا من ريف حمص الغربي مرورا في بانياس وجبلة واللاذقية، لأن كل من كان موجود في الساحة السورية كان يعتقد بأن هناك حربا شاملة تشن على الساحة السورية وأن هناك ألعاب نارية في سماء تلك المنطقة. بالنسبة للطائرة الروسية التي اختفت، حقيقة الأمر لا نعلم إذا ما كان الاستهداف عن طريق الخطأ من قبل الدفاعات الجوية التابعة للنظام، ولكن الطائرة الروسية لن تسقط فوق الأراضي السورية، سقطت في المياه الإقليمية قد تكون السورية أو الدولية، ولكن على الإطلاق لم تسقط فوق اليابسة السورية أي فوق الأراضي السورية. نعم، وهل سقط ضحايا في اللاذقية؟ في اللاذقية نعم، عسكريين اثنين لا نعلم إذا كان من الجنسية السورية أو جنسيات أخرى، بالإضافة لعشرة آخرين أصيبوا بجراح، بعضهم كانوا من الجنسية السورية وكانوا حراس المؤسسة التي تعرضت للغارات الإسرائيلية. طبعا بشكل قطعي أيضا جرى إسقاط ما لا يقول عن 8 صواريخ إسرائيلية فوق جبال بانياس وجبال جبلة. نعم، بالعودة إلى الاتفاق الروسي التركي حول إنشاء منطقة عازلة في محافظة إدلب، بداية هل يعني من ردود فعل من المعارضة السورية وخاصة من الفصائل المعارضة الموجودة في إدلب؟ هناك معارضات حقيقة بالفعل. أكيد سوف ترحب بهذا الاتفاق، هناك أيضا فصائل سورية معارضة رحبت بهذا الاتفاق، ولكن حتى اللحظة لا نعلم ما هي ردود أفعال أو ردود المجموعات الجهادية المتواجدة في إدلب، ولكن أي اتفاق يفضي إلى تجنيب القتل لأبناء الشعب السوري، تجنيب نزوح أبناء الشعب السوري هو جيد، ولكن دعنا نقول ردا على المعارضة والنظام، لا معارضة لها قرار في سوريا والنظام في سوريا من الجهات الدولية. نعم، وعمليا كيف ستدار هذه المنطقة العازلة؟ هناك قالوا بأن شرطة عسكرية روسية وشرطة تركية وقوات عسكرية تركية ستدير هذه المنطقة العازلة التي تمتد من جسر الشغور مرورا بريف حماة الشمالي وريف الشقي، ستدار من قبل هذه الجهات، ولكن ماذا عن طريق اللاذقية حلب، ماذا عن طريق حلب دمشق الذي كانت روسيا تعمل على أن يكون هذا الطريق مفتوحا يعني تعمل فيه قافلة التجارية ما بين حلب ودمشق والأردن وتركيا. أعتقد أن هناك جزء من الاتفاق غير معلن يتعلق بشريان الحياة الاقتصادي بالنسبة لتركيا، بالنسبة للنظام السوري وبالنسبة لروسيا. نعم، وبالنسبة للمناطق في إدلب التي لا يشملها هذا الاتفاق، هل ستتمكن الفصائل فيها من الحفاظ على أسلحتها الثقيلة، من البقاء فيها؟ نعم، كما هي اليوم؟ نعم بشكل مؤقت، ولكن السؤال لماذا أدخلت كميات كبيرة من الأسلحة التركية إلى المعارضة السورية بعد وقف إطلاق النار قبل إجماع مجلس الأمن أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الفائت؟ كان هناك إدخال كميات كبيرة من الأسلحة التركية إلى الجبهة الوطنية للتحرير، هل هي من أجل فرض سيطرتها على كامل محافظة إدلب وفق الاتفاق الروسي التركي قبل الإعلان عنه باجتماع بوتين أردوغان؟ لا نعلم، ولكن ما نعلمه بأن تركيا تكفلت روسيا بأنها ستنهي المجموعات بين مزدوجين الإرهابية في إدلب. شكرا لك رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.